السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين محمد عرائي في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير واليمن والبركات. فيديو النهارده معانا جديد، فيديو مهم جدا في إحساس مدام هناء بالخيانة من جميع الناس اللي حواليها، اعتذارها للعبد الله الفقير، اعتذار دودو في لايف الدكتورة رباب لمدام هناء، هجوم شرس ومن وجهة نظري لايف كان كارثي وخطير لمدام دينا على مدام هناء، يعني الدنيا كلها واقعة ببعضيها والدنيا خربانة على السوشيال ميديا. بس قبل ما نتكلم في أي حاجة، وزي ما تعودنا نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم انصر إخواتنا في فلسطين وفي اليمن وفي جنوب لبنان وفي السودان وفي سائر الوطن العربي، اللهم أمين يا رب العالمين. وعلى بركة الله نبتدي فيديونا النهاردة. كلنا طبعا شفنا اللايف اللي عملته رباب واللي كان فيه اعتذار، طبعا اللايف كان كله فيه كلام مهم جدا جدا، لكن كان فيه اعتذار من الاخت دودو لمدام هناء طبعا بكل الكلام اللي طلع واتقال وكده، وقالت لك الست قالت لك لا ده انا كنت بضايقها، انا كنت عايزاها شتمتني بس ليه عملتني، وده كلام طبعا انا من وجهه نظري ما كانش ينفع ان هو يتقال من دودو، او ان هينفع طبعا مش الاعتذار، الكلام نفسه اللي طلع في الفيديوهات اللي فاتت ما كانش ينفع يطلع من دودو، رغم ان انا عارف ان دودو بني ادمه محترمه، ست كويسه، ست فيها مميزات كتير واحد ممكن يتكلم عنها، الا ان ما كانش ينفع تغلط في ست هي بتعتبر بتكلت معاها عيش وملح. ده بالعكس ان احنا ما يمكن ما خرجناش مع مدام هناء، ما اتكلمناش معاها، ما عملناش الحاجات دي كلها زيك انت يا دودو، فما كانش ينفع تغلطي في ست، لان في الاول وفي الاخر انت كقناه نقد وهي كقناه صاحبه محتوى عايزه تطلعي وتنتقديها انتقديها في الاخطاء اللي بتعملها، لكن ما ينفعش ان انا اطلع واستفزها واخش معاها في مشاجره واخش بتاع وارجع اقول لها ما تزعليش مني يا مدام هناء انا اصلا كنت متضايقه منك. خلي بالك الثقه اتعدمت في الوقت ده، ما تجيش تلومي بقى بعد كده على نفسك لما تقولي هي مدام هناء بتعمل 2 3 4، لان مدام هناء ما بقاش عندها ثقه في حد، يعني اقرب الناس فيها اللي بيخرجوا معاها وبتضحك وبتهزر معاهم يطلعوا يهاجموها بالطريقه دي، الست ما بقاش عندها ثقه في حد. المهم دي نقطة خاصة بالاخت دودو، وطبعا في كلام كتير بس طبعا مش حابب ان انا ازوده عليكم اكتر من كده، لان كل حاجه بقت طالعه على السوشيال ميديا وعلى العلن وطبعا كلنا بقينا شايفينها. مدام هناء انا من وجهه نظري انا شايف ان الست دي بقى عندها احساس بعدم الثقه في اي حد، حاسه ان كل الناس اللي حواليها كلهم خانوها الا ما رحم ربي، عشان ما نقولش كل الناس الا ما رحم ربي، في ناس كتيره كويسين بس هي شايفه ان اقرب الناس ليها ابتدوا يخونوها، وده طبعا حاسه بقت احساس بالخيانه من كل الناس، ما بقاش عندها ثقه في اي حد. ست قالت لك انا لا بكره حد ولا بزعل من حد ولا اي حاجه، كل واحد راح لحاله، بس انا لا هصالح حد ولا هتكلم مع حد ولا حد يطلب مني ان انا اصالحه. يعني هي الست قالت لك ان كل الموضوع ده زي ما احنا قلناها في الفيديو اللي فات كان كله كان سوء تفاهم وكان غلطات بتطلع وده امر وارد، لكن ما كانش تستاهل عليها كل الهجوم اللي حصل عليها واللي احنا شفناه ده. ناس بيقولوا لها طب دول اصدقائك دولت مش عارف ايه روحي وصالحيهم وكده، قالت لك لا دولت مش اصدقائي دولت معرفه اليوتيوب، ودي حقيقه ما حدش يقدر ينكرها، احنا كلنا نعرف مدام هناء عن طريق اليوتيوب، لما نصاحبها او نصادقها دي حاجه تانية، لكن كل الناس معرفتها بيها عن طريق اليوتيوب، دي نقطه. طيب بالنسبه للحاجه الثانيه والمهمه اعتذارها للعبد الله الفقير، ان بعض الناس راحوا وصلوا لها كلام ان الاستاذ محمد بيطلع وبيهاجمك وبيعمل ويسوي، اولا انا عمري ما شتمت مدام هناء زي ما الناس كتير وصلوا لها، انا عمري ما شتمتها، لا انا عمري شتمت اي حد على السوشيال ميديا ولا عمري شتمت مدام هناء ولا غير مدام هناء، حتى الناس اللي كانت بتطلع وتغلط فيا او تشتم من بعض القنوات انا كنت بدخل الكلام من هنا وبخرجه من هنا، ليه؟ لاني مش هرد الاساءه باساءه تانية خلاص، لان لو ردناها مش هتبقى غيبه، انت بقى كل واحد بياخد حقه بطريقته بلسانه وبنصدر حاجات سيئه للمتابع، بالعكس اتعمل لي بلوك، اتقال عليا كلام وحش، مادام هناء صدقته الحاجات دي كلها وانا مسامح، لما الست طلبت مني ان هي 1 2 3 وانا معيش حقك عليا يا استاذ محمد وانا غلطت وانا مش عارف ايه، انا سامحت. ليه؟ اللي بيحب شخص هو بيسامحه، ما بيوقفلوش بقى على الواحده لا وانت غلط. انا عمري ما كان معايا عداوه مع اي حد على السوشيال ميديا او على منصه اليوتيوب، ما عنديش عداوه مع اي حد، سواء اتفقت معاه او اختلفت معاه انا ما عنديش عداوه مع اي حد، بطلع وبنتقد اللي انا شايفه الخطا اللي انا شايفه بما يرضي الله، من غير ما اغلط في حد، من غير ما اسيء لحد، من غير ما ازعل حد، حتى اللي بيزعل مني انا بطلع وبراضيه، ودي حاجه الواحد ما بينكرهاش. نخش بقى على اللايف اللي انا من وجهه نظري اللي انا كنت شايفه مش لايف خطير،
ولا كان لايف كارثي، لا ده كان لايف فيه بلاوي سودا كتير. انا كنت شايف ان اللايف ده فيه بلاوي سودا كتير، فيه كلام كتير اتقال ما كانش ينفع انه يتقال. يعني تعالوا انا هفضح هناء مش عارف ايه، اعرفوا الحقيقة. يعني عايز اقول لك ايه، قليلة الاصل ومش قليلة الاصل، كلام ما كانش ينفع من مدام دينا، سواء اتفقت معاها او اختلفت معاها، زعلت معاها او ارتضت معاها، ما ينفعش ان انا اطلع واهين اي صاحب محتوى ايا كان صديق. يعني حتى لو اختلفت انا ورباب، اختلفت انا ودود، اختلفت انا وفلانه، انا وعلان، اختلفت انا والست ام فؤاد الست المحترم، ايا كان اختلافي مع اي حد، اطلع واتكلم معاهم بكل ادب وبكل احترام من غير ما اسيء ليهم ومن غير ما اسبهم. ده لازم تعرفوه على السوشيال ميديا. طبعا العنوان انا شايفه ان انت تصفي مدام هناء بانها قليله اصل او كده، عنوان كان غلط لا يليق بالست دي. حتى مهما كانت قالت ومهما عملت، تطلعي وترد عليها برضو زي ما هي ردت عليكي بكل ادب وبكل احترام. انت شايفه ان هي ما ردتش عليكي بادب، اطلعي بنفس الحاجه، وان سامحتي وعفوتي ده ليكي ثواب كبير عند ربنا. حبيتي ترد، تردي الاساءه بنفس الاساءه، بس مش ان انا ازود عليها ويبقى فجر في الخصومه، وده كان اكبر غلط. طيب في نقطه تانية، انا شايف اللايف اللي كان شغال اتكلمتي وقلتي يا استاذ منهل اي تعليق يجي لمدام هناء سيبه. وطبعا احنا عارفين ان التعليقات ان هي فيها سب وقصف واهانه وكل الناس اللي عارفاه، محدش يمسح التعليقات دي، لكن اي حد او اي كومنت طالع وبيشتم فيه امسح التعليق على طول. طب ليه ان انا اقبل كلام على الناس وما اقبلوش على نفسي؟ اللي ما تقبلهوش على نفسك ما تقبلهوش على الغير. لكن ان انا اطلع الحاجه للناس اللي بتشتم فلان، اطلع وسيب التعليق، لكن الكومنت اللي بيطلع بيشتمني انا لا، احذفه على طول. ما ينفعش، ده كان كلام كان اكبر غلط. ولاد الاصول ما بيعملوش كده يا مدام دينا، ولاد الاصول لا بيقبلوا الشتيمه عليهم ولا على غيرهم. طبعا ابتديتي بالحلفان بالمصحف، وانا شايف ان حلفانك بالمصحف ما كانش ينفع. ليه؟ ما هو لو كل واحد فينا هيطلع وهيمسك المصحف ويحلف عليه، يبقى انا هطلع وامسك المصحف، والله انا فلان الفلاني وليا معرفه بفلانه الفلانيه، وكنا انا وهي بنخرج وبنتقابل وبنعمل وبنسوي الحاجات دي كلها، خلاص انا حلفت الناس على المصحف، الناس صدقتني كده. ده مش صح ان انا اخد مصحف واقعد احلف عليه عشان المتابع يصدقني. المتابع بطبيعته عارف كل واحد، عارف اللي بيحلف صح واللي بيحلف كذب واللي بيحلف. لازم البني ادم يكون صادق في حديثه من غير ما يحلف ومن غير الحاجات دي كلها. لكن انا اطلع واجيب المصحف، وقبل كده مش عارف شفنا اصحاب محتوى كتير بيجيبوا المصحف يحلفوا عليه، ده اكبر غلط. ليه اجيب المصحف واقعد احلف؟ انا اتكلم الكلمه، المتابع واثق فيا هيصدقها، متابع مش واثق فيا مش هيصدقها. طبعا انا شفت التلفظات بقى اللي طلعت والكلام اللي طلع، وكان من وجهه نظري انا شايف ان كان الفاظ مش كويسه بالمره. اتهمتي مدام هناء بالرخيصه السافله، قليله الاصل، قليله الادب، اللي كلام كبير جدا جدا ما كانش ينفع يطلع منك. حتى لو اختلفتي معاها ما ينفعش تتهميها اتهامات زي كده، او تطلعي تتلفظي عليها الفاظ زي كده، سواء اتفقتي معاها او اختلفتي معاها. الفجر في الخصومه بيبقى صعب يا جماعه، ما ينفعش ان انا ازعل من واحد روح فاضح الدنيا دي كلها. افرض مدام هناء قايله كلام على الخاص، قايله كلام خلف الكواليس زي ما بيتقال قايلهولك، وحصل اختلاف ما بينك وما بينها، ما ينفعش انك تطلعي وتفضحي وتقولي ده حصل ما بيني وما بينها واحد اتنين تلاته. ده مش صح خالص بالمره. وانا هعرفكم على مدام هناء واحكي لكم حكاياتها وقصتها وتليتي تتمادي في الموضوع ده. انت قلتي ان انت تابعتيها شهر او شهرين بس، وتواصلتي مع ارمط في الموضوع ده. طبعا ارمط اللي هي الدكتوره رباب، طبعا بحب ادلعها بدم بما انها وصفت نفسها بارمط، فانا عجبني الاسم جدا جدا، فتواصلت مع ارمط في حاجه زي كده، وحاولت وقلت لا انا لازم اوصل قضيه مدام هناء لقضيه راي عام. فكان ليا تعليق بسيط، يا ترى متابعتك شهر او شهرين لمدام هناء قدرت تعرفي كل قصتها؟ ده ما اعتقدش. حتى لو انت تابعتيها من شهر شهرين، من واضح ان في حد جه عرفك على مدام هناء بسنين عمرها كلها، لان شهر او شهرين عمرهم ما هيقدروا يوصلوا لك مثلا ايه كل المعلومات اللي عايز تعرفيها عن مدام هناء.
حاجة تانية قلتي في البرنامج اللي اتذاع طبعا على القناة بتاعت صحة وجمال، قلتي انك تعرفيها من زمان. طب يا ترى دي الكلمة دي كانت صح ولا غلط؟ لما انت قلتي في القناة ان انت كنت تعرفيها من زمان ومتابعاها من زمان، والست دي مظلومة والست دي اتظلمت وعايزة اوصل لها قضية الرأي عام وعايزة اخد لها حقها، وي 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 كلام كتير. والناحية التانية انا ما تابعتهاش غير شهر او شهرين، طب ازاي؟ وعايز اوصلها على قضية رأي عام. وطبعا قضية رأي عام علشان القضية توصل لكل الناس زي ما انت بتقولي كده كانت محتاجة قنوات كبيرة زي قناة ام بي سي، قناة صدى البلد، قناة الحياة، القاهرة، والناس طبعا مع المذيعين المعروفين زي عمرو اديب، عمرو الليثي، وفي مذيعين كتير موجودين. لكن انت طبعا خدتيها ورحتي بيها على قناة الخاصة بالصحة والجمال. طب احنا مش عايزين، مع احترامنا طبعا لقناة الصحة والجمال، متابعينها قليلين، مشاهداتها قليلة جدا جدا، وطبعا كلنا شفنا حاجة زي كده. ومع احترامي لكل المذيعين اللي في القناة، مذيعين برضو لسه يعني مش معروفين، مش كل الناس تعرفهم. فان انت عايزة توصلي قضية رأي عام على قناة ما بيتابعهاش ناس كتير، ما بيلاقيهاش مشاهدات ناس كتير، مع مذيعينها زي ما قلت مع احترامي ليهم مع احترامي للقناة كلها، لسه مش معروفين لكل الناس زي اللي احنا بنشوفهم على القناة الأولى، زي على القنوات بتاعتنا المعروفة، يعني عمرو أديب، عمرو الليثي، في مذيعين كتير موجودين. فما كانش ينفع، مش دي اللي هتوصلها لقضية رأي عام. طلعتي وطبعا كنت بتتكلمي على حلفان المصحف، وقلت ان هي كده كده متعوده انها تحلف على المصحف، وبتحلف بتتبلع وبتحلف بتعمل وبتسوي. طب انت عارفاها انها ست حلافه وبتحلف بالكذب، وست بتتبلع على الناس، وست وست وست، ليه يعني فضلتي ان انت واقفه معاها، او ليه فكرتي ان انت تتبني قضيتها؟ ما انت بقى خلاص، انت بقى ست شايفاها انها حلافه وست بتكذب وبتتبلع على الناس، وقفتي ليه جنبيها؟ دفعتي ليه عنها؟ مش دي حاجة برضو غريبة؟ يعني انت عارفة ان الست دي فيها عيوب كتير، وبتحلف على المصحف، وبتكذب، وبتعمل حاجات كتيرة، ليه وقفتي جنبيها؟ نقطة تانية خاصة بالقناة اللي عرضت الفيديو اللي هو او التسجيل اللي تم على القناة صحة والجمال. طلعت وقلت انا اتصدمت ان في قناة خدت حاجة زي كده، وتسجيل اللقاء اللي تم وازاي خدوه وازاي عملوه، لا ده في حاجة غلط ومش عارف ايه. مش ده امر يدعو من مدام هناء انها تشك؟ تشك في مين يعني؟ انا انت واخداني لقناة او مكان هصور فيه، مش حاجة غريبة ان الحاجة اللي انا اصور فيها تتاخد الفيديوهات منها؟ دي نقطة مهمة جدا جدا. طلعت واتكلمت ان الشخصية اللي خدت الفيديو ده ونزلته على القناة عندها خدته عن طريق الريسيفر. طب والريسيفر ده او مثلا او من تسجيل، طيب هو ده مش بيبقى فيه لوجو للقناة موجود؟ فين اللوجو بتاع القناة؟ دي نقطة. طيب النقطة التانية ودي المهمة، الإعلامي اللي خد الفيديو ونزله على القناة عنده، شفت أنا مؤدب ومحترم إزاي؟ اللي خد الفيديو ونزله عنده، عرف منين ميعاد التصوير؟ عرف منين إن الفيديو ده اتسجل بالفعل؟ مش دي برضه حاجة تلفت الانتباه؟ يعني في حاجات كتيرة بتلفت الانتباه، وحاجات كتير بتثير الشكوك حوالين بعض الناس. طيب قلتي ما دام هناء لا كبرتني ولا عملتني ولا قناتي كبرت بيكي، بس حابب ان انا الفت انتباهك لنقطة مهمة جدا جدا. اسم ما دام هناء يعني عايز اقول لك بيكبر اي قناة، والله دي انا بقولها لكم صراحة، اسم ما دام هناء بيكبر اي قناة، ومش مجرد اسمها بس، ويا لو قابلت حد يعني دعمها لرباب او كلامها كتير عن رباب وقناه انا وجارتي ومش عارف ايه، وذكرتها كتير، وصل رباب للي هي وصلت له، ربنا يكرمها وبسم الله ما شاء الله، وهي بني ادمه محترمه، انا ما بنكرش في حاجه زي كده. كلمت مقابلتها لدودو، وصلت لدودو قناتها تكبر معاها، ودي حاجه برضو هتقولي لي 25,000، 25,000 ما جوش لدودو لوحدهم، خلينا صرحه. حتى لو في قناه معارضه لمدام هناء اشتركت عندها، فكتير مؤيدين لمدام هناء ومتابعين مدام هناء برضو اشتركوا عندها، فاحنا خلينا الصراحه مع بعض. اسم مدام هناء بيكبر اي قناه، بيكبر اي قناه، بيدخل ارباح، بيدخل ارباح، بيعمل مشاهدات، بيعمل مشاهدات، محدش يقدر ينكر حاجه زي كده.
وانا عبد الله ما بنكرش بحاجه زي كده، انما الفضل بيد الله. لكن في عباد في الارض بيبقوا ربنا مسلطهم، بيبقوا خير لبعض الناس التانيين، او مسخرهم لبعض الناس انه يسترزقوا من وراهم. وطبعا انا مش عايز اقول لك ان نراجع مشاهدات بعض القنوات قبل كده، قبل ما يتكلموا عن مغتربه في فرنسا، وبعد ما دخلوا وابتدوا يتكلموا عن مغتربه في فرنسا، قبل ما يقابلوا مغتربه في فرنسا، وبعد ما قابلوا مغتربه في فرنسا. وانتوا كلكم فاهميني انا بتكلم على مين وبوجه كلامي لمين. وانتي قلتي انا ما كنتش عايزه منها دعم، وانا ما كنتش عايزه. طب ليه وافقتي انك تتصوري معاها؟ دي نقطه برضو مهمه. يعني انا دلوقتي انا مش عايز دعم من مدام هناء، طب ليه وافقتي ان انا اتصور معاها واتكلم معاها واقعد جنبيها ويحصل كلام ما بيني وما بين، ما دام انا مش عايزه دعم؟ طيب الحاجه الثانيه، شنطه الهدوم اللي انت جبتيها، محدش اجبرك على انك تجيبيها، انت جايباها بمحض ارادتك، محدش طلب انك تجيبي شنطه هدوم وشنطه كبيره وهي ورباط ومش عارف ومين، محدش طلب منك الحاجات دي كلها، انت اللي جايباها بمحض ارادتك. وكان ممكن الشنطه دي تديها لها من خلف الكواليس زي ما بيقولوا. يعني ايه؟ يعني الشنطه دي هديه مني ليك يا مدام هناء، عايزه تزهريها وتقول لي احد المتابعات جايبها لي، كتر خيرك. مش عايزه تجيبي سيرتي، خلاص ما تجيبيش سيرتي، انا مش حابه ان انت ايه تجيبي سيرتي في حاجه زي كده، من غير ما تظهري ومن غير ما تعملي اي حاجه قدام الكاميرا. لكن انت قعدتي واتكلمتي ويا ست ظهرت الحاجه، وده امر طبيعي. وخلي بالك انا مش بهاجمك من باب ان انا عايز اهاجمك وخلاص، وانا من باب ان انا بدافع عن مدام هناء، انا بطلع وبتكلم كلمه حق اللي ترضي ربنا. نقطه تانية، وانا شايف ان كانت نقطه خطيره جدا جدا، اتهمتي مدام هناء بانها ست شمال، اتهام خطير والله، اتهام خطير، وانا شايفه ان اتهام فظيع. ليه؟ ما ينفعش ان انا اطلع واتهم ست بالطريقه دي. قلت جوزي والمخرجين قالوا انها ست شمال، طبعا يعني باي حق ان جوزك او ان المخرجين او اي إن كان الاشخاص يقولوا على الست دي شمال؟ ده احنا كنا بنطلع وبنتكلم وبنقول بص ما دام انا طالعه بلبس واسع فضفاض قوي عليها ليه ومش عارفه ليه، وطالع هتصور وانت راح، ده انت دخلتي كوافير عملت البدع فيه، راحه بلبس ما ينفعش انك كنت تروحي بيه، ومع ذلك رحتي بلبس، راحت الست بلبس واسع وفضفاض عليها. فازاي تتهموها بانها ست شمال؟ صعب، اتهام صعب جدا جدا، زي ما بقول لك اتهام فظيع. وايه الدليل؟ ايه الدليل ان انا اطلع واتهم ان فلان ده شمال او فلان ده شمال؟ وانت ما تعرفيش، ودي الامان، انا بقى هتكلم عن نفسي. انا لو راجل شمال وعرفت ست، فالست اللي انا بعرفها هي ست شمال زيي. بس مش هقولها اكتر من كده. ليه؟ انا راجل شمال، فالست اللي اعرفها دي مش هاخدها واصلي بقى اخدها واخش بيها الجامع يعني، ما اكيد انا عرفت ست، انا راجل شمال يبقى عرفت ست شمال. فانت اكبر اتهام انك تتهميه، لان تعتبر انت اتهمتيها اتهام وتفتيه في عبك، وده اكبر غلط. ما ينفعش اتهام زي كده يطلع لست انت كنت يعتبر بتتكلمي يعني زي ما بيقولوا ما بينكم ما بين بعض اسرار، وخلف الكواليس في كلام كتير. واللي ما يعرفش حد ما ينفعش يتهمه الاتهام ده. انا شايف ان ده كان افتراء وتبلي من جوزك، على حسب طبعا كلامك اللي انت قلتيه، ومن المخرجين اللي يطلعوا ويتبلوا ويفتروا على ست ما شافوش منها اي حاجه. طب نقطه تانية، ليه المخرج يوافق ان انا اصور مع ست بتجيب، يعني عايز اقول لك ايه، ليه اوافق مع ست شمال؟ من الاخر اوافق ان انا اصور معاها، ما انا عارف انها ست شمال، ليه وافقت ان اطلع واصور معاها؟ مش ده برضو سؤال مهم جدا؟ ليه ان انا وافقت في حاجه زي كده وانا مخرج كنت ممكن ارفض حاجه زي كده؟ الا اذا كان بقى ان الوقوف قدام الكاميرا او كده بفلوس، وفي ناس بتاخد من وراه فلوس في حاجات زي كده. اتهامك لمدام هناء بانها ست رخيصه، وده اتهام فظيع والله، اتهام فظيع وصعب جدا جدا. بتقولي على انها ست رخيصه، ليه ست رخيصه؟ الست اللي بتجري ورا جوزها علشان ترجعه ست رخيصة؟ لا والله ما رخيصة. الست اللي عايزة تحافظ على بيتها وعايزة تحافظ على جوزها وانها ترجع جوزها وهي اللي تفضل تجري وراه، والله ما ست رخيصة. ست دي ست بني آدمة بنت أصول، اللي تبقى بتجري ورا جوزها عشان ترجعه تبقى بنت أصول، اللي تحافظ على جوزها وعلى بيتها دي بنت أصول. ف
فما ينفعش انها تتهم ست رخيصه بانها كانت بتجري ورا جوزها بانها رخيصه. ازاي ده؟ بالعكس، دي هي بيدل ان الست دي بنت اصل. ما قالتلوش امشي يلا غور في ستين داهيه، انت عايز تسيبني امشي مع السلامه، ما عملتش كده. لا، دي فضلت تتذلله. انها تتذلل لجوزها دي حاجه ترفعها مش تقلهاش، حاجه تخليها تبقى غاليه مش رخيصه. الست اللي بتقرب من الناس بحسن نيه وانها تقعد تتكلم مع فلانه وعلانه والحاجات دي كلها، عمرها ما كانت ست رخيصه. مفيش اصحاب محتوى بيقربوا من متابعين زي مدام هناء لما قربت من متابعينها وبتتكلم مع كل الناس وبتاخد مع كل الناس وتدي مع كل الناس. دي كده ست مش رخيصه، دي ست بتتعامل بحسن نيه وبما يرضي الله. طبعا انا شفت طبعا انهيارك وعياطك في اللايف وكده، والأمانة الشديدة يعني أنا شايف مش أنت بس، في بعض القنوات التانية برضو بينهاروا وبيعيطوا بس ما بشوفش دموع. هو أنا مش اللي بيعيط ده بيبقى فيه دموع بتنزل منه؟ يعني بجد حاجة غريبة إن أنا أطلع وأعيط يا ناس مش عارف. طب الدموع في إيه؟ مفيش دموع. ما دي برضو مش حاجة تلفت الانتباه. اعتذارك طبعا للقنوات اللي معارضة لمدام هناء وطبعا اخواتنا الزملاء بقى، طبعا اعتذارك ليهم انا من وجهة نظري ان ده حقك وده رأيك، وانك تعتذر لهم ده من حقك، لكن مش من حق ان المتابع انه يوافقك على اللي انت بتعمليه. في كتير من المتابعين مش موافقينك على اللي انت بتعمليه، لكن ده حقك وشخصيتك انت ورأيك انت اللي انت بتتكلمي عنه وانت حرة. بس ده بيأكد ان انت مدام قلتي انا ما بتفرجش على الناس دي، يعني برضو في تناقض لاحظته. انت قلتي انا ما بتفرجش على القنوات المعارضه واللي بتطلع تشتم في مدام هناء، طب ازاي ما بتتفرجيش عليهم؟ وفي حته تانية قلتي انا اعرف فلانه وعلانه وفلان وعلان وشكرا لفلان وشكرا لعلانه، وطلعتي مدحت في كل القنوات. طب معنى كده ان انت بتتفرجي عليهم وبتسمعيهم وعارفاهم؟ ما ده بقى برضه امر طبيعي. فطبعا ده فيديو كنت حابب ان انا اتكلم معاكم فيه وما رضيتش اطول عليكم اكتر من كده. عايز اقول لك ان انا ما اتفرجتش غير بالظبط على حوالي ربع ساعه من اللايف اللي كان شغال بالاخت دينا، بس كان بجد انا من وجهه نظري كان لايف شديد جدا جدا. طبعا جيت في نهايه الفيديو، طبعا ما تنسونوش باللايك والشير والاشتراك في القناه اللي وصل معايا في نهايه الفيديو، ما تنسوش الدعاء لاخواتنا في فلسطين وفي اليمن وفي السودان وفي جنوب لبنان وفي سائر الوطن العربي. اللهم امين يا رب العالمين، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على المتابعه ودمتم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.